احنا نبدا مع السيدات اولا مع النجمه دارين حداد اللي شاهدناها مؤخرا عبر شاشه ام بي سي في مسلسل سوء الحرير. كانت اخذ دور طبيبه مصريه بس وقعت في غرام رجل مزواج. حمادي قردبو وحكايه بنت بلده. بس انا اول ما جيت يعني كنت بدور على البطاعات اللي هي بتتعمل في البطوله كده. اساعدك في شيء يا استاذ؟ اساعدك في شيء؟ لا. انا دخلت الجنه ولا ايه؟ في حد قدم لك دليل على المعلومات دي؟ ده بالإجماع. الشخصية اللي معانا الليلة أثارت جدل واسع وبلبلة كبيرة في الأوساط السياسية الفترة اللي فاتت. دارين عملت بلبلة، كانت مضيفة طيران وكل مرة أصحابها يقولوا لها مكانك مش هنا. في تونس لعبت دور بطولة في مسلسل وبعدها سافرت لمصر وقرأت تمثيل. صحبتك حلوة قوي. صاحبتي مين؟ إيه صاحبتي دي؟ مش صاحبتي طبعا، دي زميلة. وكما شفتوا في البداية، البداية كانت مع عادل إمام وبعدها دارين عنصر قار جنبا إلى جنب مع مشاهير مصر. أخيرا مدام رضوى بقى لها صوت. اللي أنت بتقوله ده أي كلام؟ ما تخافيش عليا، على الأقل ده واجب عليا لازم أعمله معاه، وبعدين ده دين في رقبتي. برشا قالوا زينها سبب شهرتها، وكان الكلام هذا صحيح. كل مزيانة مكانها مضمون في السينما. إزاي تحكي لك حاجة زي كده؟ غيرة نسوان يا حياتي. أنا مش فهماكي، وبعدين أنا تعبينة عايزة استريح. شكراً على الزيارة، ردالك في الأفراح إن شاء الله. أنا مش هسمح لك تخشي بيتي، واللي حصل لك ده مجرد بداية، مفهوم؟ دارين لقت شوية صعوبة مع اللهجة المصرية، ولكن مع الوقت انطلقت. أنا مصرية روسية، جدي مصري وتيتا روسية. بوس ايدك ما تفضحناش، قوم البس هدومك عشان عندنا عزا مش فرح. ماشي. تهتم برشا بظهورها، وكل دور تاخذ له تمرين خاص مع مدرب محترف. الفترة اللي خدوها من اول ما ابتدوا، شو لاحظ حاجه غريبه؟ ها معظمها مناصات كنا متقدمين لها وخدوها مننا. ورجعنا لكم مره ثانيه بعد الفاصل عشان نكمل حلقتنا مع سوما. ككل تونسية تربت دارين على الحرية والثقة والمسؤولية والجرأة. شخصية قوية وعفوية لكنها ليست اجتماعية، وتتبنى مثل كان الكلام من فضة اسكت من ذهب. تفضل الأفلام والمسرح على المسلسلات لأنها تكره التقييد وتحب التواصل مع الجمهور. سيداتي أنساتي سادتي، والآن مع فقرة الفيل الأزرق. الكل يسألها عن الزواج، ولكل من عنده ثقة عالية في مؤهلاته دارين من مواليد برج الثور. النجاح معاها مش سهل، عنيدة وتحتاج من يقنعها، لكن روحها مرحة وتكره التعقيد. برأيك هذا خط فؤاد؟ معرفش، بس عندي ورقة في المكتب بخط إيده. حلو، أصبح خلينا نروح هلا على المشفى. دلوقتي؟ صعب شوية، أنا تأخرت جدا على البيت وبعدين في المستشفى، كله هيستغرب من وجودنا هناك دلوقتي. حاجة أخرى، في برنامج دارين طفل واحد وليس أكثر. وحتى نخفف شوية من قائمة الخطاب، دارين تتدرب كيك بوكسينج. إيه الحلاوة دي؟ إيه؟ إيه الحلاوة دي؟ الإيه؟ إيه الحلاوة دي؟ أنا ممكن أحتاجك الفترة الجاية في حاجة شخصية. يا حبيبتي وأنا عناية ليكي. ايه الموضوع؟ خليه في وقتها. حمادي قردبو، صدى الملاعب.